سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم في الانجيل كزرع على سوقه يجب سرعا ليلي صبهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا يجنا مرشدنا لله الشيخ إبراهيم عبد الله Thank you.
Thank you.